مثل ما احنا شايفين يا اول، في قدامنا على اللوح ورقة عمل لمادة الرياضيات. ركزنا بورقة العمل اللي قدامكم على اهم الاساسيات اللي اخذناها بالوحدة الاولى اللي هي وحدة الاعداد. خلينا نشوف ورقة العمل. اول سؤال يا مس، السؤال الاول يا مس شو بحكي لنا؟ اعدوا ثم اكتب العدد المناسب في المربع. في عنا يا مس رسومات، هاي الرسومات بدنا نعد كل رسمة لحال، وبعد ما نعدها نكتب المربع الجواب للعدد اللي بيطلع معنا. نشوف يا مس، علمناكم احنا كيف لما بدنا نعد مشان ما نخربط يا مس، بنكتب على كل وحدة بنعدها بهاي الطريقة. هاي مثلا بدي اعد، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي اربعة، هاي خمسة. إذا قديش عددهم النجم؟ خمسة. بكتب يا مس بالمربع هون خمسة. نيجي للرسمة الثانية، نفس الشيء نجوم. خلينا نعد يا مس، كل وحدة بنعدها بنحذفها هيك، بنحذفها مشان ما نخربط ونعدها مرتين. نعد يا مس، هي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. عددهم 12. بكتب هون يا مس بالمربع 12. طبعا الخط مش كتير مرتب لاني قاعدة بصور وبكتب نفس الوقت. خلينا ننتقل للثالثة. يلا يا مس نعد، وحكينا اللي بنعدها بنحط عليها شحطة مشان ما نعدها مرة ثانية. يلا يا مس عدوا معي، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14. بدي أكتب قد إيه بالمربع يا مس؟ 14. نشوف اللي بعدها يا مس. يلا نعد، وحكينا كل واحدة بنعدها بنحيك بنحط عليها شحطة بالقلم مشان ما نعدها مرة ثانية. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. بنكتب هون جوا المربع يا مس، نكتب سبعة. طيب ضل آخر رسمة. يلا يا مس خلينا نعد، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة. خمسة، ستة، طلع عددهم ستة. بدنا نكتب العدد ستة داخل المربع. هاي هيك يا مس خلصنا من الصفحة الأولى والسؤال الأول. نشوف هلأ يا مس السؤال الثاني من الورقة الثانية. شو بحكينا يا مس؟ أكمل الجدول بالعدد المناسب. في عندي جدول، نشوف شو مكتوب. مكتوب 10 مربع فاضي، 30 مربع فاضي، مربع فاضي، 60 مربع فاضي، مربع فاضي. إذا الجدول الأول أنا بدي أعد يا مس عشرات، مكتوب العشرة. هلأ شو بدي أكتب يا مس؟ شو بعد العشرة؟ 20. 30 مكتوب. شو بعدين بعد 30؟ 40. 40 بعدين 50. 60 مكتوب. شو بعدين؟ 70. بعدين يا شمس 80. إذا هيك عديت عشرات. الجدول الثاني عندي 11 فراغ، فراغ، 14 فراغ، فراغ، 17 فراغ، فراغ، 20. إذا أنا بدي أعد عائلة العشرات. 11، إيش بعد ال 11 يا مس؟ 12، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 مكتوبة يا مس. نيجي للجدول اللي بعده. عندنا واحد فراغ، فراغ، 4 فراغ، 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 9. قاعد أنا بعد واحدات. واحد، إيش بعد الواحد يا مس؟ اثنين، نكتب اثنين. بعد التنين ثلاثة، بعد التلات أربعة، بعد الأربعة يا مس
خمسة، بعد الخمسة ستة، بعد الستة سبعة، بعد السبعة ثمانية. هيك أنا بكون حليت السؤال الثاني. نشوف يا مس هلا السؤال الثالث شو بيحكي لنا. مثل العدد على المعداد. في عندي يا أول ثلاث أعداد مكتوبة أسفل المعداد، نقرأهم: خمسة وثلاثون، اثنان وأربعون، واحد وخمسون. دائما حكينا يا مس العمود الأول بيمثل لنا منزلة الآحاد، والعمود الثاني منزلة العشرات. لما بيكون عندي خمسة وثلاثون، كم خرز بدي أرسم آحاد؟ خمسة. بدي أرسم يا مس خمس خرزات: واحد، اثنين، دقيقة يا مس نثبت عشان بكتب وبصور لكم، ثلاثة، أربعة، هاي خمسة، لأنه هون عندي الآحاد خمسة. قديه عندي العشرات يا مس؟ ثلاثة. بدي أرسم عندي العشرات ثلاث خرزات: واحد، اثنين، هاي ثلاثة. هاي خلصت من أول عدد. العدد الثاني يا مس: اثنين وأربعون، اثنان وأربعون. قديش الآحد يا مس بدي أرسم؟ خرزتين، واحد، وهي كمان خرزة، تنتين. هلأ العشرات قديه عندي يا مس؟ أربعة. بدي أرسم أربع خرزات بعمود العشرات: واحد، اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. وبدنا نلونهم بألوان حلوة يا مس. السؤال اللي بعد اللي هو العدد 51. قديش عندي أحد يا مس؟ واحد. برسم خرزة واحدة. طيب نيجي للعشرات، كم عندي؟ خمسة. بدي أرسم خمس خرزات، نرسم أي واحد، اثنين، هاي ثلاثة، أربعة يا مس، وهاي خمسة. وبنلونهم يا مس بألوان حلوة. السؤال الرابع شو بحكي لنا؟ اكتب العدد بالصورة التحليلية. عندي عدد مكون من منزلتين آحاد وعشرات، وأنا بدي أفككه. كيف بنفكك الكلمات بالعربي؟ كلمة مثلا باب، لا مقطع، باب. هون أنا بدي أحلل الأعداد الموجودة عندي لآحاد وعشرات. العدد الأول 62، 62. هاي الآحاد يا مس، قديش عندي الآحاد؟ اثنين، لأنها لما بتدخل على بيت الآحاد ما بتتغير. العشرات قديش عندي هون يا مس؟ ستة. لما بتدق بيت العشرات قديش بتصير؟ ستون. ممتاز، بتصير ستون. بتعطيها هدية صفر، فأصبحت ستون. نيجي على العدد، نيجي على العدد الثاني، ثلاثة وأربعون. ثلاثة وأربعون قديش الآحاد يا مس؟ ثلاثة. بكتب الآحاد ثلاثة، ما بتتغير الآحاد، لأنه بيت الآحاد بخيل، اللي بفوت عنده ما بيعطيه هدية. هلأ نيجي قدي العشرات يا مسون؟ أربعة. هاي منزلت العشرات أربعة. لما بدي أكتبها بالصورة التحليلية، ممتاز يا محمد، بتصير أربعين. العشرات بتعطي إيش من هدية؟ صفر. الأربعة تصبح أربعون. طيب يا مس آخر واحدة، واحد وسبعون. قديش الأحد يا مس؟ أول منزلة واحد، بكتب واحد. عندي العشرات قديش هون؟ سبعة. كم تصبح؟ سبعون. ممتاز يا مس. هيا يا مس بالنسبة لورقة عمل للرياضيات، فاهمينه يا أول؟ فاهمينه. أهلا بكم في قناة المدارس العربية الوطنية. نود أن نخبركم بأن التسجيل ما زال مستمر في مدارسنا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي بأعداد نموذجية وبكادر تعليمي مميز. ليصلكم كل جديد يرجى تفعيل الجرس والاشتراك بالقناة. مديرة المدرسة آيات شبيلات.